بالقلب الأدبي تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الثاني المتوسط في شرح مادة الرياضيات. هنستكمل درسنا اللي بدأناه اللي هو الأعداد النسبية. فدرسنا اليوم بعنوان تابع الأعداد النسبية، وهدف الدرس تحويل الكسر العشري المنتهي إلى كسر اعتيادي، تحويل الكسر العشري الدوري إلى كسر اعتيادي. وده هيكون عكس الجزء اللي درسناه الأول من الدرس، وهو تحويل الاعتيادي إلى عشري أو الاعتيادي إلى عشري دوري. نشوف الأمثلة وإزاي هنقدر نتعامل مع هذه الأهداف. اكتب 0.54 على صورة كسر اعتيادي. كويس؟ هنعملها إزاي أو هنكتب إزاي؟ هنكتب عايزين نكتب 0.54 على صورة كسر اعتيادي. كسر اعتيادي اللي هو علامة الكسر دي. أول حاجة هنكتب العدد بدون فاصلة، يعني هنكتب 45 فقط. جميل. نيجي بقى نعد من جهة اليمين، 1 2. دايما في المقام في الأسئلة اللي زي كده يا شباب هنكتب يا 10 يا 100 يا 1000. طب هكتب 10 ولا 100 ولا 1000 ولا 10000؟ تمام. بناء على إيه؟ بناء على الفاصلة بعد كام عدد. لو الفاصلة بعد عدد واحد 10، لأن ال 10 لها 0 1. لو الفصل بعد رقمين هنخليها 100، لان ال 100 ليها ايه؟ صفرين. وهكذا. عد الاعداد وعد الاصفار تعرف هتكتب كام. يبقى لو بعد رقم واحد هتكتب 10، رقمين 100، 3 1000، وهكذا. طيب هنا هنعمل ايه؟ بعد رقمين هنكتب 100، بس لازم نبسط. التبسيط يا شباب ان انت تقسم البسط والمقام على نفس العدد، بس يكون العددين يقبلوا القسم على هذا العدد. يعني مثلا 45 تقبل القسم على 9، لكن ال 100 لا تقبل القسم على 9، فبالتالي ما ينفعش ابسط هذا الكسر باستخدام ال 9. لكن لو لاحظت الاحاد 5 والاحاد 0، فالاثنين يقبلوا القسم على 5. جميل. 45 تقسيم 5 9، 100 تقسيم 5 واحد ممتاز يقول الإجابة، رائع يا ولد، 20. يبقى ده كسر اعتيادي منتهي، حول كسر عشري منتهي حولناه إلى كسر اعتيادي. طيب نشوف فكرة تانية ومهمة ونخلي بالنا إزاي هنحولها. طبعا يا شباب الآلة ممكن تحول لنا الكلام ده بسهولة، وإحنا خدوا بالكم ممنوع فينا الآلة، فإحنا عايزين نشغل مخنا ونتعود ونتدرب، لأن أنت لو اتدربت دلوقتي هتلاقي إن القدرات سهلة. لو أنت اتدربت من دلوقتي هتلاقي إن القدرات سهلة. طيب هتعمل إيه بقى؟ نشوف كده بقى المثال الثاني أو الفكرة الثانية. اكتب 0.5 دوري على صورة كسر اعتيادي. دلوقتي هنعمل فكرة هنا. صفر فاصلة خمسة دوري، ده معناه ان هو ايه؟ صفر فاصلة خمسة 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 الى ما لا، ده كله خمسة. طيب احنا عايزين نكتبه كسر اعتيادي، احنا مش عارفين الكسر الاعتيادي ده كام، ده المطلوب، فهنرمز له بالرمز السين. طيب يبقى السين ده بيساوي الكسر الاعتيادي بيساوي 0.5555. جميل. طيب في بقى حاجة مهمة لما نيجي نحل السؤال ده. هنضرب طرفين المعادلة في رقم. احنا هنضرب برضه يا في 10 يا 100 يا 1000. ده يتوقف على ايه؟ أنا عندي كم رقم مقرر في العدد الدوري؟ 5 فقط، يعني رقم واحد. فبالتالي هتكتب في 10. لو لقيت رقمين مقررين هتكتب في 100، وهكذا. لو ضربنا كده في 10 تبقى 10 س. طيب أخدنا في الابتدائي لما كنا نضرب عدد في علامة عشرية في 10، هنحرك الفصلة جهة اليمين كام رقم؟ 1. لو 100 رقمين، وهكذا. فده الرقم ده هيتحول يبقى 5 فاصلة
خمسة 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 إلى ما لا نهاية. بعدين يا شباب نطرح 10 س ناقص س 9 س، نطرح الأرقام دي، 5 ناقص 0 5، هنقسم على 9، يبقى س هتساوي 5 على 9، يبقى الكسر ده هنقدر نكتبه على صورة 5 على 9. وعايز تتأكد من آلتك، لو معاك آلة تقسم 5 تقسيم 9 هتعرف إن الناتج هيطلع فعلا 0.55 إلى ما لا نهاية. طيب تمام يا شباب، نيجي نشوف، حاول تحل تحقق من فهمك وترجع تشوف الإجابات هتكون إزاي. ط تساوي سالب 0.14، يلا مين يقول معايا؟ نشوف بقى حلولكم صح ولا خطأ. أول حاجة الإشارة السالب دي ملهاش تأثير، اتكتب ما فيش مشكلة. هنكتب كسر، ها مين يقول لي هنكتب في الكسر كام؟ ممتاز، فعلا 14. طيب المقام، أشوف الفلطة بعد كام رقم؟ 1 2. يبقى هنكتب 10 ولا 100 ولا 1000؟ رائع يا ولد، فعلا على 100. ونبدأ نبسط، قبل ما أكتب أي حاجة، السالب دي كده نكتبها علشان ما ننساهاش. يبقاش انت تعبت في السؤال وتنسى اشاره سالبه فانت هتقلل من درجتك. فاخلي اركز وانا شغال. طيب 14 و100 ينفع اقسمهم على؟ ها؟ سهله خالص، ممتاز، على 2. يبقى نقسم بسط المقام على 2. 14 تقسيم 2 7 و100 تقسيم 2 50. ينفع ابسط تاني ولا نسيبها؟ لا مش هينفع. ليه يا استاذ؟ السبعه عدد اولي، ملهاش تبسيط خلاص. وال50 لا تقبل القسمة على 7، فبالتالي دي أبسط صورة، يبقى الكسر الاعتيادة يبقى سالب 7 على 50. شوف اللي بعده، 0.27، ده عدد إيه؟ أو كسر 10 دوري، والعلامة على 2. طيب هنفرض إن هو س، مين المقرر يا شباب؟ 0.27 2 7 2 7 وهكذا. طيب عندنا كام رقم مقرر؟ 1 ولا 2؟ ممتاز، 2. هنضرب فيه، ها ممتاز، 100. يبقى دي هتبقى 100 س تساوي، يبقى هتبقى 27.27 27 27 27 وهكذا. وبعدين نطرح 100 س ناقص س 99 س، هنطرح اللي بعد الفاصلة كله زي بعضه، فيبقى 27 ناقص 0 27، هنقسم على 99، يبقى 27 على 99. في نقطة مهمة، هو إجابتك كده صح، بس هو طلب في السؤال في أبسط صورة، يعني هتبقى حتة التبسيط لأبسط صورة عليها درجة، فلازم أحلها. أو مثلا لو كنت إن شاء الله في السنة في القدرات هتلاقي نفسك وصلت الإجابة دي صح وكل حاجة، بس مش هتلاقي في الاختيارات، فلازم تبسط. طيب 27 تقبل على كام؟ ونفس العدد يقبل عليه 99، واضح منها إن هي 9. 27 تقسيم 9 3، 99 تقسيم 9 11. تمام، يبقى الكسر اللي هيعبر عن 0.27 كسر دوري يبقى 3 على 11، ممتاز. نحل الحل عشان نطمن ان احنا فهمنا الدرس كويس، ده تحويل من الجزء الاول من الدرس، حول 4 ل 5 زي ما قلنا. الطريقه الاساسيه هي القسم المطوله، بعض الحالات زي السؤال ده ممكن تضرب في 2 بسط المقام عشان تبقى المقام 10 او 100 او 1000 على حسب الارقام. طيب خلينا في القسمه المطوله لان هي الاساس في كل الحالات. 4 تقسيم 5 ما ينفعش، هنعمل ايه؟ 0، يعني نكتب اصفر. 40 تقسيم 5
أدور في جدول خمسة على عدد يدينا 40 أو أقل. ممتاز، سامع واحد ممتاز حافظ الجدول بيقول يا أستاذ هنضرب في 8، رائع يعني. لو ضربنا 8 ضرب 5 هيدينا 40، ولو طرحنا هيدينا 0. انتهت السؤال خلاص، يبقى اكتب الإجابة، يبقى 0.8. جميل، شوف السؤال اللي بعده. 9 على 16، المفروض ان احنا هنستخدم القسمة المطولة زي كده، هنا 9 وهنا 16. طيب بصوا يا شباب عشان تسهل على نفسك، لو ارقام اصل طبعا مفيش حاجه اسمها مفيش جدول 16 يعني، تمام؟ فانت هتعمل ايه؟ ممكن تعمل لنفسك مسوده، انت عارف 16 ضرب 1 ب16، خلاص دي مش محتاجه. 16 ضرب 2 32، 16 ضرب 3 زود 16 كام؟ 48. كويس، 16 ضرب 4 بكام؟ زود 16 64، 16 ضرب 5 زود 16 يبقى 80، 16 ضرب 6 هتساوي 96. لو عملت المسودة دي لنفسك مش هتحتاج تتعب ولا تحس ان القسمة المطولة دي صعبة. 9 تقسيم 16 مش هينفع، 0. طيب ناخد اول رقمين اللي هو 90، 90 تقسيم 16. دور هنا هل في حاجه بتساوي 90؟ لا، هتدور على حاجه قريبه من ال 90 بس لازم يكون اصغر. 96 قريب بس اكبر، ما ينفعش اخد اللي قبله على طول، يبقى هنضرب في 5. 5 ضرب 16 80، قسمنا ضربنا نطرح 90 ناقص 80 10، بعد كده ننزل 0. 100، 100 تقسيم 16 اقرب رقم، 96. هنضرب في 6، 6 ضرب 16 96، نطرح هيدينا 4، برضه ننزل 0. 40، 48 اكبر، لا يبقى ناخد اللي قبله على طول اللي هو 32، يعني هنضرب في 2، 2 ضرب 16 32، نطرح هيدينا 8، نزل صفر كمان. 80 تقسيم 16 موجودة اهي، تبقى 5، يبقى الكسر ده اقدر اكتبه 0.5625. تمام، صعب كده يا شباب؟ نشوف كمان 5 على 9 نفس الطريقة، 5 على 9 قسمة مطولة، 5 تقسيم 9 ما ينفعش، 0 فاصلة وهنا أصفر. 50 تقسيم 9، جدول 9 أقرب حاجة أضربها في 9 تدينا 50 أو أقل، ممتاز هنضرب في 5. طب 5 ضرب 9 45، نطرح 50 ناقص 45 5، نزل 0. 50 تقسيم 9 برضه 5 تاني، 45 اطرح يبقى 5، نزل 0 نقسم على 9 5، وهكذا هتلاقي نفسك عمال تكرر. اول ما تلاقي تكرار زي كده تقف بقى، تعرف كده ان الموضوع ده غير منتهي. طيب يبقى وفي تكرار 0.5، لو كتبتها كده بدون العلامه دي خطا، لان 0.5 فقط هتبقى 1 على 2. صعب كده يا شباب؟ طيب يبقى عرفنا ازاي كده نحول كسر اعتيادي الى عشري، سواء عشري منتهي او عشري دوري. نشوف بقى العكس اللي هو الدرس النهارده، ازاي احول كل كسر عشري فيما ياتي الى كسر اعتيادي وفي ابسط صوره. طيب نشوف رقم 8، هي 0.6. يلا مين ممتاز من اجابتك كده اللي انت حليتها قول لي. جميل، هنكتب الرقم بدون فاصله 6. المقام هنكتب 10، 100 ولا 1000؟
رائع يا ولد. تكتب 10. ليه؟ ممتاز، علشان الفاصلة بعد رقم واحد من الجهة اليمين. نبسط، مين ممتاز يقول لي نبسط على كام؟ فعلا نبسط على 2. 6 تقسيم 2 3، 10 تقسيم 2 5. الفكرة التانية نركز فيها علشان اللي عنده مشكلة أو كانت صعبة عليه أو معرفش يحلها نفهمها تاني مع بعض. ده دلوقتي هيبقى ليه كسر اعتيادي مش عارفين، اللي هو سي. كويس، هنكتبه ايه؟ 0.32 3 2 3 2، نكرر 3 2، كفاية. كم عدد مكرر؟ 2. جميل. هنضرب في 10 ولا 100 ولا 1000؟ فعلا هنضرب في 100. رائع. يبقى 100 س هتساوي الفاصلة، هتتحرك كم رقم؟ 2، فهيتحول الرقم 32.32 وهكذا. بعدين كنا بنعمل ايه؟ نطرح 100 س ناقص س 99 س. نيجي نطرح هنا، طبعا ده كله هو نفس ده كله صح؟ يتبقى لنا اللي قبل الفاصلة، 32 ناقص 0 32، هنقسم على 99 طرفين، حل المعادلات درسناها في أول متوسط، يبقى س هتساوي 32 على 99. طيب هل في تبسيط يا أستاذ؟ لا مش هينفع نبسط. ليه؟ 32 عدد زوجي، 99 عدد فردي، مفيش أي وصف مشترك، فبالتالي دي أبسط صورة. لو في تبسيط هنبسط زي السؤال اللي قبل. هنا مفيش تبسيط فهنسيبه زي ما هو، 32 على 99 وهي دي أبسط صورة. في ملحوظة هنلاحظها. بصوا يا شباب، لما كتبنا 5 على 9، 5 على 9 طلعت 0.5. وأما كتبنا 32 على 99 تبقى 0.32. يبقى انا لو عايز احول هتلاحظ 5، هتكتب 5 على 9، 32 على 99 عشان رقمين، تمام؟ دي ممكن تعملها بسهوله لو انت مش هتقدر تعمل، يعني لو سؤال اكمل اختياري، لكن لو طالب منك خطوات لازم تعمل زي كده. لكن لو اكمل ممكن تجيبها مباشره على طول، او اختيارات ممكن تعمل نفس الكلام، تقول 5 على 9 0.5، وطبعا لازم يكون الشرطه دي اللي هي معناها دوري. 32 على 99 دي 0.32. يعني مثلا لو كتبت لك 0.27 هتعمل ايه؟ هتروح بيه كاتب كسر، كاتب كام؟ 27. هنا رقم ولا رقمين؟ رقمين، يبقى تكتب 9 9. طيب 0.3 دوري هتكتب ايه؟ 3. فاصلة بعد كام؟ بعد رقم، يبقى نكتب 9 او مكرر رقم واحد كده. وتبدا تبسط بعدين، عشان دي بقى طريقه ان انت ممكن تجيبها بسهوله، بس بنستخدمها انت في بعض الاسئله اللي ما فيهاش خطوات زي اكمل او اختيارات. لكن لو طلب منك اكتب كل كسر عشري على صورة كسر اعتيادي في ابسط صوره، يبقى لازم تكتب الخطوات زي ما اتعودت. وده كده درسنا انتهى اليوم. يبقى احنا درسنا في الدرس الاعداد النسبيه. ايه هي العدد النسبي؟ العدد اللي اقدر اكتبه على صورة كسر اعتيادي بشرط ان المقام لا يساوي صفر. بعدين عرفنا ازاي نحول بين الاشكال المختلفه للكسر الاعتيادي، ما بين اعتيادي الى عشري سواء منتهي او دوري، ومن عشري منتهي او دوري الى اعتيادي. اشكركم لحسن المتابعه والى اللقاء في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.